حاولت إسرائيل وقد نجحت في أن يرفع الغطاء القانوني عن أي عمل وطني فلسطيني، ليس كفاح مسلح وليس بالسياسة وليس بالاحتجاجات وليس بالمظاهرات السلمية، حتى إذا ألقيت وردة على جندي إسرائيلي يعتبر محرما وغير قانوني، أي تجريم أي شكل من أشكال المقاومة. وبالتالي نحن شعب تحت الاحتلال، لنا الحق أن نقاوم الاحتلال بالطريقة التي كفلها القانون الدولي، ولكن نحن نفضل أشكال متعددة ومختلفة، كل في زمانه ومكانه. الانتفاضة الشعبية الأولى في عام 87 كانت انتفاضة شعبية، أطفال ونساء وشيوخ وكبار سن وشباب شاركوا فيها، لذلك حصلنا على تعاطف دولي. خسرنا في بعض المعارك في الانتفاضة الثانية لأنها كانت مسلحة.